وننتقل الآن إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لنقل فعاليات المؤتمر، مؤتمر مجلس التعاون الإسلامي. السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويفضي إلى سلام عادل ودائم يساهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي. الإخوة الكرام، نأمل أن يسهم هذا الاجتماع في الخروج بموضوع مشترك للتعاطي مع هذه الأزمة وإيجاد حل سلمي لها، يخرج المنطقة من دوامة العنف وينزع فتيلها ويمنع اتساع رقعتها، وستواصل المملكة التنسيق الوثيق مع أشقائها وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة بما يلبي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة في ظل سلام عادل واستدام. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل الآن إلى كلمة معالي الأمين العام السيد حسين إبراهيم طه، فليتفضل معالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو الأمير فيصل ابن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، معالي الدكتور رياض الملكي وزير خارجية دولة فلسطين، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، أود أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل والتقدير على مشاركتكم في هذا الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والشكر موصول لجميع الدول الأعضاء في منظمتنا التي اتخذت مواقف وبذلت جهودا مناصرة للشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة. أولا، أود أن أتقدم بأحر التعازي للشعب الفلسطيني وأعرب له عن تعاطفنا معه، وأود أن نترحم على أرواح الشهداء الذين لقوا مصرعهم خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم، وأتمنى أيضا أن يستعيد الجرحى عافيتهم، وأود أن أدين بشدة الفظائع التي يرتكبها المحتل الإسرائيلي الذي قام بقصف مستشفى المعبداني المدنية في قطاع غزة، مما تسبب في سقوط مئات الشهداء والجرحى من بين المدنيين الأبرياء، مما يمثل جريمة حرب من وجهة نظرنا ومما يتنافى مع كافة القيم الإنسانية. واسمحوا لي في مستهل كلمتي أن أعرب عن خالص امتناني وتقديري للمملكة العربية السعودية على هذه الدعوة لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي الطارئ، والتي تأتي امتداداً لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة تجاه دعم قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. نلتقي اليوم في هذا الاجتماع الاستثنائي لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، وخاصة العدوان المتواصل على قطاع غزة والذي استباح كل المبادئ والقيم من خلال قتل وجرح آلاف الفلسطينيين بمن فيهم أطفال ونساء وشيوخ، والتهجير القسري للعائلات والتدمير العشوائي للمنشآت السكنية والتعليمية والصحية والإعلامية بما فيها منشآت الإنروا والبنية التحتية المدنية، وذلك في انتهاك صارخ لقانون الدولي الإنساني. واليوم نعبر عن تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمنا الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، كما نؤكد أيضا على ضرورة تكاتف الجهود من أجل وقف هذا العدوان الإسرائيلي غير المسبوق وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
أصحاب السمو والمعالي والسعادة، لقد حذرنا في أكثر من مناسبة من خطورة تداعيات استمرار الحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطيني، والتي لم تكن فصولها لتتكرر لولا غياب الرادع القانوني والسياسي على الساحة الدولية وعدم احترام سيادة القانون الدولي، فضلا عن إفلات إسرائيل من العقاب. هذه قوة الاحتلال وإفلاتها من المساءلة والعقاب إذا سياستها القائمة على الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري والتطهير العرقي والقتل والإرهابي المنظم والاعتداء على المقدسات وغير ذلك من الممارسات التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني. ومما لا شك فيه أن استمرار سياسة العدوان على الشعب الفلسطيني لن يوفر الأمن والاستقرار، وإنما من شأنه أن يغذي دوامة العنف والكراهية. ونجدد في هذا الصدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل قوة الاحتلال بالتقيد بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وآمل أن يوفق هذا الاجتماع إلى اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة في سبيل وقف هذا العدوان الإسرائيلي وحماية الشعب الفلسطيني وتقديم العون له في هذه المحنة. إن منظمتنا قد دأبت على تأكيد ذلك وقالت أنه لا سلام أو استقرار في المنطقة دون إيجاد حل عادل شامل للقضية الفلسطينية ينهي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ويجسد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في إطار حدود 67 وذلك وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وختاما آمل أن تدوك أعمال هذا الاجتماع بالنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الأمين. والآن نستمع إلى كلمة معالي وزير خارجية دولة فلسطين الأخ الدكتور رياض المالكي. تفضل معاليك. شكرا سيدي الرئيس. معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، سيد رئيس الجلسة، اسمحوا لي بداية أن أتوجه بتحية اعتزاز وافتخار لشعبنا الفلسطيني البطل في أماكن تواجده كافة، وأخص بالذكر شعبنا الأبي وأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، والتي كان أبرز أشكالها المجزرة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال بالأمس عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية المستشفى المعمداني في غزة كامتداد لإرهاب دولة الاحتلال المنظم. إنه شعبنا العظيم الصامد المرابط القابض على الجمر من أجل الحرية والاستقلال، شعب الجبارين الذي ينهض كطائر الفينق يسطر أروع آيات الصمود في ملحمة انبعاثه وبقائه الأبدي. تحية إجلال وإكبار لشهداء شعبنا الأكرم منا جميعا، لأسرانا الأبطال الصامدين في وجه جلاديهم، للجرحى والمصابين، لأبناء شعبنا في مخيمات اللجوء حتى ينالوا حق العودة. معالي الأمين العام، باسم السيد الرئيس محمود عباس أتوجه بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية بالتعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية على دعوتهما لعقد هذا الاجتماع الطارئ لإدراكهما للمخاطر الحقيقية التي تهدد القضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة بالتحديد من كارثة إنسانية
ومؤشرات إبادة جماعية غير مسبوقة، وهذا امتداد أصيل لمواقف المملكة الأخوية الصادقة الداعمة لشعبنا وحقوقه في المحافل كافة بقيادة خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة. كذلك الحال بالنسبة لجمهورية باكستان الإسلامية بقيادتها وممثليها وشعبها، وتعبيراً عن حالة التضامن والدعم للشعب الفلسطيني، وكذلك الشكر لمعالي الأمين العام والأمانة العامة في منظمة التعاون الإسلامي. سيد الرئيس، ليلة أمس اهتزت الضمائر الحية للبشرية عندما شاهدوا الصور المدمرة للمذبحة الإجرامية التي ارتكبتها إسرائيل ضد مئات المرضى والعائلات العزل التي لجأت إلى المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة. كان الأطباء يعملون داخل المستشفى عندما سقط صاروخ الاحتلال المدمر. لقد كانوا يعملون من أجل إنقاذ حياة الأبرياء الذين حولتهم سلطات الاحتلال الاستعماري إلى أهداف. قتل المئات على الفور، وتناثرت أشلائهم، وبترت أطرافهم، وأحرقوا، وأصيب العديدون بجراح خطيرة. إن القول بأن هذه كانت مذبحة يقلل من وطأة ما حصل. لقد كان هذا عملاً بالغ القسوة والإجرام. لقد كان ذبحاً متعمداً للأطفال والنساء. وإسرائيل تعلم مكان هذا المستشفى، وبأنه يأوى مئات المدنيين النازحين من قصفها الهمجي، بالإضافة إلى جرحى همجيتها. هذا أمر لا جدال فيه، لأن إسرائيل تعمدت قصف المستشفى في اليوم السابق، وأخبرت الأطباء أن القصف كان بمثابة تحذير. للعلم، هذا المستشفى تأسس منذ العام 1882 وشهد حروباً وغزوات لم تصل هذا الحد من التوحش والإجرام الذي شاهدناه ليلة أمس. وبينما كانت فظاعة ما ارتكبته الآلة الوحشية الإسرائيلية تتكشف للعالم، أصدر رئيس وزراء دولة الاحتلال رسالة جاء فيها، وهنا أقتبس: هذا صراع بين أبناء النور وأبناء الظلام، بين الإنسانية وشريعة الغاب. انتهى الاقتباس. وفي الوقت نفسه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي الفاشي، وهنا أقتبس: الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى دخول غزة هو آلاف الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو، وليس أوقية واحدة من المساعدات الإنسانية. انتهى الاقتباس. إن هذين التصريحين الوقحين والإجراميين هما أحدث تصريحات الإبادة الجماعية التي تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته، وتعد بالقضاء على كل شيء في غزة، كما قال وزير الحرب الإسرائيلي، وهو نفس المسؤول الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية عندما أعلن عن بدء تنفيذ الإبادة الجماعية بالحصار المحكم على غزة وحظر دخول المياه والغذاء والدواء والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية. وكذلك تصريح الرئيس الإسرائيلي الذي يثير الإشمئزاز أيضاً في وضوحه عندما أعلن أن الحرب التي تشنها دولته هي أيضاً ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة. لقد تواطأ مع هذه الجريمة كل من أعطى إسرائيل تفويضاً مطلقاً لشن هذه الحرب القاتلة وزودها بالسلاح، بل وأرسل تعزيزات عسكرية لدعمها في ارتكاب هذه الجريمة النكراء، فهم يتحملون المسؤولية كذلك عن دماء وأحلام ضحايا هذه الجريمة البشعة والقتل الجماعي المتواصل في غزة. لقد قامت هذه الجهات على مدار عمر هذه المأساة باسترضاء الاحتلال بدلاً من مساءلته عن سجله الشنيع من أعمال الجرائم المشينة ضد الشعب الفلسطيني وازدرائه بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية،
وسعوا بكل ما أوتوا من قوة إلى تطبيع الاحتلال وتبييض سجله الإجرامي. في ذات الوقت تعمدت هذه الجهات تجاهل حياة الشعب الفلسطيني ومعاناته الطويلة وحقوقه المستباحة. إن هذا النهج غير المسؤول هو بمثابة تواطؤ في دعم استعمار الشعب الفلسطيني وسلب ممتلكاته واضطهاده واستعباده، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة من الإجرام المدعوم بالإفلات من العقاب. وقبل ارتكاب جريمة استهداف المستشفى المعمداني البشعة، كانت آلة الحرب الإسرائيلية قد قتلت ما يزيد عن 1300 طفل، أي يقتل طفل فلسطيني كل 15 دقيقة. وأدى قصفها الهمجي والعشوائي إلى مقتل أكثر من 3000 فلسطيني وإصابة أكثر من 11000 آخرين، بينما لا يزال 1500 مواطن على الأقل في عداد المفقودين تحت الأنقاض. في أسبوع واحد شردت إسرائيل 1,000,000 فلسطيني، وتستمر في تجويع وحرمان وقتل أولئك الذين هجرتهم من بيوتهم على مرأى ومسمع العالم. ولا يراودنا الشك بأن هذه الأعمال البشعة ستسجل في التاريخ كفشل ذريع للإنسانية وبأبعاد لا توصف. السيد الرئيس، ما يؤلمنا أكثر هو حقيقة أنه كان من الممكن منع كل هذه المأساة. فعلى مدار سنوات حذرت القيادة الفلسطينية من أن الوضع الراهد المتدهور الذي يفرضه الاحتلال لا يمكن الدفاع عنه، وأن انتهاكات إسرائيل المستمرة والمتصاعدة لحقوق الشعب الفلسطيني وازدرائها بالقانون الدولي ومحاولاتها إنكار حقوق شعبنا وإنسانيته، إلى جانب ترسيخ منهج الإفلات من العقاب بسبب الفشل الدولي المستمر في تحقيق المساءلة، سيؤدي إلى تصعيد له عواقب وخيمة. لقد حذرنا في اجتماعاتنا العادية والطارئة السابقة من خطورة تصعيد حكومة الاحتلال الحالية لاعتداءاتها على الحرم الشريف والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وما تمارسه من اضطهاد وقمع وتشريد للشعب الفلسطيني على نطاق واسع، وهو ما يذكرنا بنكبة عام 1948. ولكن وعلى الرغم من جهودنا الجماعية في منظمة التعاون الإسلامي، بقي العالم يشاهد دون تدخل، ولم يقدم أكثر من مجرد الإدانة الخطابية، الأمر الذي شجع قوة الاحتلال على مواصلة تصعيد وحشيتها. واكتفى المجتمع الدولي بإحصاء الضحايا والخسائر من أبناء شعبنا بلا مبالاة، في حين وصل الحد ببعض الجهات التي لا تكترث بحياة شعبنا الادعاء بتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية كذريعة لعدم التعامل مع التطورات الخطيرة المتلاحقة والمتصاعدة على الأرض، بما فيها قتل المدنيين الأبرياء ومواصلة التنكيل بشعب بأكمله من قبل المستعمرين العنصريين. وعلى مدى الأيام 11 الماضية، أظهر مئات الآلاف من أبناء الشعوب الحية في الدول الإسلامية والغربية بوضوح مدى انفصال هذه الادعاءات عن الحقيقة وبطلانها. بدلاً من ذلك، اختار العالم التعايش مع جرائم إسرائيل وإفلاتها من العقاب، وقام بحمايتها، وتجاهل دعوات فلسطين المتكررة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. لقد اختارت الدول أن تنظر بعيداً عندما أظهرت إسرائيل بالقول والأفعال ازدرائها السافر بالقانون الدولي، وتجاهلها للاتفاقات الموقعة، وتأييدها ودعمها لميليشيات المستوطنين الإسرائيليين الإرهابية التي تهاجم المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، وانتهاكاتها اليومية لحرمة المسجد الأقصى الشريف، واعتداءاتها المتواصلة على حقوق الشعب الفلسطيني. وتجاهل المجتمع الدولي الجهود المخلصة التي تبذلها القيادة الفلسطينية من أجل خلق أفق سياسي جدي ينهي هذه المعاناة، والضغط من أجل تحرك دولي عاجل وجاد، بما في ذلك في مجلس الأمن
والدول الراعية للعملية السياسية لتعزيز المساءلة وتحقيق العدالة عن طريق العدالة وإنهال الاحتلال الاستعماري لأرضنا. لقد خذلوا كل مساعينا للوصول إلى حل يرتكز على القانون الدولي والمرجعيات الدولية. وتركوا المستعمر يصول ويجول في تغوله وعدوانه بإفلات تام من العقاب. أصحاب السمو والمعالي والسعادة، نحن هنا اليوم بسبب الفشل السياسي والأخلاقي المزمن الذي سعى لاسترضاء الوحشية الإسرائيلية الممنهجة وحمايتها، بل وحتى تبريرها. فبينما ترتكب إسرائيل جرائمها ضد أبناء شعبنا في غزة، تواصل حملتها الاستعمارية. فقط بالأمس أعلنت عن بناء مستوطنة في حي راس العمود بالقدس. إن الدعم الذي لا جدال فيه المقدم لإسرائيل الآن، وهي ترتكب جرائم القتل الجماعي والتطهير العرقي والتهجير القسري الجماعي في فلسطين، يجب أن يتوقف على الفور، ويجب أن تتوقف هذه الحرب العدوانية دون تأخير أو أعذار، ومعها حملة الاستعمار الشرسة التي تستهدف أرضنا وحقوقنا. إن الحجة المفلسة أخلاقياً وقانونياً التي تبرر لإسرائيل ارتكاب الفظائع تحت حجة الدفاع عن النفس، يجب رفضها وإدانتها بشكل لا لبس فيه. هذا ليس دفاعاً عن النفس، ولا يحق لمن يرتكب جريمة العدوان المتواصلة باحتلاله أرض الغير الادعاء به. علاوة على ذلك، يجب أن نوضح أن الواقع الذي تتم فيه هذه الجرائم يأتي فقط في سياق دفاع إسرائيل عن نظام الاستعمار والاضطهاد الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني لتهجيره وسلب أرضه. وعلينا واجب أن نعلن بحزم وبشكل لا لبس فيه أن المواقف التي تحجب هذا السياق وتحجب الالتزامات الواضحة لإسرائيل بموجب القانون الدولي غير مقبول على الإطلاق، تبرر الجرائم التي يرتكبها الاحتلال. إن مهاجمة وقتل المدنيين الفلسطينيين في منازلهم، واستهداف المستشفيات والملاجئ، وضرب الأبرياء في الأسواق والمخابز، وتجويع شعب بأكمله، وتجريد أمة من إنسانيتها على مدار 75 عاماً، هي أعمال مقيتة وغير قانونية دون جدال ولا تقبل التأويل. الأخوات والأخوة، خيارات إسرائيل واضحة ولا لبس فيها لكل من يريد أن يرى. في كل مرة اختارت إسرائيل الاحتلال والاستعمار والعدوان على حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال، واستخدمت الغطاء الدولي والمواقف الأحادية لتبرير جرائمها المتناقضة مع أسس القانون والأخلاق. وعلينا أن نعمل على رفع هذا الغطاء مرة واحدة وإلى الأبد. وعلينا أن نسعى إلى وقف هذه الحرب الإجرامية، بدلاً من مجرد طلب إيصال المساعدات الإنسانية. هذه مسؤولية تجاه الإنسانية وليس فقط تجاه الشعب الفلسطيني. ولا يخطئ أحد، فالجرائم الإسرائيلية هي حملة متعمدة مع سبق الإصرار، وإذا سمح لها أن تمر ستقضي على مبادئ القانون الدولي ككل. فهذه الحرب العدوانية تعيد صياغة ما اتفق عليه العالم أعراف مقبولة أثناء الحرب بصورة سيكون لها تداعيات على جميع مواطني العالم. فهي تدمر كل الأسس التي تعرف العالم عليها في تعريف الإنسانية، وتعيدنا إلى زمن التوحش والعنف. وإذا سمح لها أن تمر، سيكون لهذا عواقب عالمية وخيمة مدمرة وبعيدة المدى. أيها الأصدقاء، إننا أمام مسؤولية تاريخية، وعلينا أن نواجه هذا التحدي الخطير، وأن لا نسمح بتطبيع هذه الجرائم. إن شعب فلسطين الأبي يذبح دون عقاب، وشعوبنا غاضبة تطالب بحق العمل على وقف ارتكاب الفظائع ضد إخوانهم، والتي إذا ما استمرت ستؤدي حتماً إلى الانزلاق في هاوية الفوضى والوحشية. واليوم نجتمع لندافع عنهم، ونحن مدينون لهم
بالعمل بإطلاق تحرك فوري وجدي وحاسم لا لبس في توجهاته الساعية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني التي طال أمدها، والدفاع عن إنسانيتهم ومعها عن الإنسانية التي تتحطم روحها وأساسها في غزة. وعلينا على الفور أن نعمل بشكل جماعي وفردي لوقف هذه الحرب الهمجية ورفع الحصار عن غزة وضمان ألا تعاني غزة يوم إضافي من الجوع أو العطش أو الدمار. في ذات الوقت العمل على تقديم أولئك الذين ارتكبوا هذه الجرائم إلى العدالة بأسرع ما يمكن. هذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا تجاه أهلنا في غزة وعموم الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، ولا نقبل الفشل في مسعانا هذا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أصحاب المعالي، نبدأ الآن بدء أعمال الجلسة، واسمحوا لي أصحاب المعالي بأن تكون في البداية أطرح مشروعي جدول الأعمال وبرنامج العمل للاعتماد. أصحاب المعالي، بين أيديكم جدول الأعمال برنامج العمل لاعتماده إن لم تكن هناك ملاحظات. شكراً. والآن نعلن عن بدء أعمال الجلسة، واسمحوا لي أصحاب المعالي بأن تكون الجلسة علنية نظراً لأهمية الحدث، ونعتمد برنامج وجدول الأعمال على بركة الله وتوفيقه. ونبدأ كما جرت العادة في اجتماعات اللجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بأعضاء اللجنة التنفيذية وثم بقية الأعضاء. وأعطي الآن الكلمة لتركيا، فليتفضل معالي الوزير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، صاحب الفخامة الأمير فيصل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أوجه الشكر لملك السعودية وللأمانة على هذا الاجتماع الاستثنائي. وما يحدث في غزة هو انتهاك كامل وكل المبادئ التي نحترمها كبشر. ما حدث في غزة له طبيعة، وهذا يهدد الحياة الإنسانية المدنية. إن عملية استمرار الاحتلال والاستفزازات ضد قدسية المسجد الأقصى والانتهاكات المستمرة لغزة تستدعي انتباهنا جميعا. كذلك فإن الرد العسكري يبين أن استمرار احتلال الشعب الفلسطيني يبين استمرار معاناتهم، ولا شيء يسمح بالعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، ولا شيء يقدم عذرا لحرمان الشعب الفلسطيني من الكهرباء والطعام والمياه والوقود. في كل ما حدث وشهدناه ليلة أمس، إن الفلسطينيين في عذاب مستمر، وإنهم يدعون إلى السلام، والفلسطينيون يواجهون الموت المحقق. ويبدو أن الغد يأتي لهم بتطور أسوأ، ومع ذلك فنحن نقول إن تركيا تحت رئاسة الرئيس أردوغان مدعوون لاتخاذ خطوة تاريخية نحو السلام، ويلزم تنفيذ هذه المقترحات الداعية للسلام. يجب أن يتحقق وقف غير مشروط لإطلاق النار.
وكذلك لابد من توصيل المساعدات الإنسانية لغزة، ولقد أرسلت تركيا أطنانا من المساعدات إلى ميناء العريش، ونحن نساند جهود إخوتنا المصريين في هذا الصدد. كذلك فإن التصعيد المستمر يجب أن يمنع. إن ما يحدث في المنطقة لن يستمر في المنطقة. المسألة تتطلب حكمة لمنع المخاطر الكارثية، وكل ما يحدث لا يهدف إلا لمساندة إسرائيل. نريد أن ندرك أن هناك احتياج إلى أساليب جديدة لتحقيق السلام، وكما قلنا فإن حل الدولتين هو الحل الأمثل الدائم للقضية الفلسطينية، ولكنه لا يكفي. يجب أن نحققه وأن نضع خططا أوسع، وأن لا يمكن أن يتحقق السلام بدون الشعب الفلسطيني. كذلك نريد أن نفكك إقامة المستوطنات التي لا تخدم شيئا سوى تآكل الحقيقة. هذه ليست مستوطنات ولكنها كمائن. نحن نقول إن ما يحدث ليس تمييزاً ولكنه فصل عنصري. هناك أمور لازمة فرضت علينا. وأخيراً وليس آخراً، تقول تركيا لابد من وضع آلية تسمح بإنشاء الدولتين وتسمح للفلسطينيين بأن يعملوا على تحقيق السلام الدائم، بحيث يمكن إقامة منطقة ينعم فيها الفلسطينيون بالأمن والسلام، ويكون ذلك متمشيا مع توفير ما يلزم للفلسطينيين، ويجب أن يكون كل شيء مطابقا لقرارية مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. على العالم أن يفكر بمستوى رفيع ويتصرف بشكل موحد. إننا ندين كل الفظاعات التي حدثت، وحتى نستطيع أن نحسن التصرف هذه المرة، على العالم أن يفهم أن تحقيق السلام للفلسطيني أمر لازم. إن ارتكاب إسرائيل لفظاعات لا يواجه بالعقاب اللازم، والأهم من ذلك لابد من اتخاذ القرارات الملائمة. وكذلك فإن توفير فرص إقامة الدولة الفلسطينية هو أهم شيء. إن الدول الأعضاء يجب أن تطبق كل التدابير الدبلوماسية لوقف السلطة الاستعمارية من أعمالها التي تمر دون عقاب، ونرجو من الأمانة أن تضع خطة العمل اللازمة لتحقيق ذلك. شكرا جزيلا صاحب السعادة. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir. Your Excellency Mr. Chia and Minister of Foreign Affairs and Wazir Akhariyat al Mamlaka al Arabiya Saudiya. السيد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السادة الوزراء، الوفود الكريمة. إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن أتوجه إليكم خلال هذا الاجتماع الاستثنائي. اسمحوا لي أن أبدأ بالإعراب عن تقديري العميق
استضافة المملكة العربية السعودية والأمير سلمان بن عبد العزيز لهذا الاجتماع، والأمير محمد بن سلمان، وأيضا رئيس الوزراء لاتخاذ هذه المبادرة لعقد هذا الاجتماع الهام. سيادة الرئيس، نحن نعلم جميعا أن هذا الاجتماع يحقد بسبب إنكار إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني الذي عانى منذ أكثر من 75 عاما، ونحن في جامبيا اتخذنا موقفا حازما في دعمنا للشعب الفلسطيني، دعما لحقوقهم غير القابلة للتصرف ولحقهم في تقرير المصير ولاستقلالهم ولإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. مما لا شك فيه أن الهجمات التي تعرضت لها غزة تعتبر خرقا للقوانين. إن الفلسطينيين في غزة وفي الضفة الغربية يعانون الكثير. إن مدينة القدس أيضا ما زالت تعاني يوميا من هجمات من جانب المستوطنين. إن المسجد الأقصى يتعرض لكثير من الهجمات، كما أنه يمنع المصلون من دخول المسجد. نحن ندعم الشعب الفلسطيني وندعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار